السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني الكبير همة وطن، وضيوفنا في كل حلقة، وضيفتنا لهذه الحلقة شابة من وفارسة من فارسات هذا الوطن، وهي السيدة حنان رشيد، وهي صاحبة صالون حنان في منطقة عين الباشا، وهذا الصالون أشهر من أن يعرف في هذه المنطقة. سيدة حنان، بداية مرحب فيك في هذا البرنامج الوطني الكبير من همة وطن، نحكي لك مساء الخير. مساء النور، يا هلا. نعم سيدة حنان، أكيد أنت أشهر من أن تعرف في هذا القطاع ولك الباع الطويل والخبرة. حابين بداية نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، نتحدث عن مسيرتك المهنية والعملية قبل افتتاح هذا الصالون العريق والمرموق في منطقة عين الباشا، صالون حنان للسيدة. أول شيء، أنا حنان رشيد، عمري 25 سنة. دخلت مهنة التجميل بعد التوجيه مباشرة. دخلت دورة تدريب مهني اللي هي معروفة يعني، وأخذتها دورة سنة، وأخذت منها شهادة مزاولة مهنة. بعدين بعديها رحت طرقت لأكثر من صالون وتعددت في الصالونات، وهكذا استمرنا في التجميل. جميل. نعم، نتحدث الآن عن تأسيس هذا الصالون، نتحدث أيضا عن أهم خدمات صالون حنان. تأسس الصالون من 6 شهور، والحمد لله يعني كانت نتيجة حلوة من 6 أشهر هون. وخدمات اللي موجودة فيه تقريبا جميع الخدمات يعني. جميل. نعم. وبحب أشكر معلمتي، كانت وهي الدعم الأول إلي، كانت مس كلوديا السرحان.